راجلي محلي ما يوفر لي يوفر لي قبل ما انا نتكلم. راجلي يشري واحد مناسبة عيد ميلادي يشري واحد. كاين اللي بالنسبة لي انا راجلي هو بابا هو اخويا هو امي هو كل شيء في حياتي، هو الصغار اللي انا ما جبتهمش عوضلي كل شيء. يعرف مرته شنيا وانا نعرف راجلي هو شنوا، دوك ما يزلزلنا حتى شيء. حتى شيء. عسلامة. عسلامة. مرحبا بك معنا، شحوالك؟ الحمد لله صباح. يا سيدي مرحبا. به رئيس مصر السيسي قال كونه يلزم يعملوا صندوق يجمعوا فيه تبرعات باش ينجم الشباب يقبل على الزواج. في رايك انت حاجه كيما هكا تنجم تجي في تونس ولا كيفاش؟ صندوق يجمع فيه فلوس باش يعرسوا الشباب. باش يعرسوا الشباب باش خص اي واحد يعرس يجيب يتبرع بقدر من المال باش ينجم يعرس. راهي حاجه باهيه. اش خص كنت تبدا في تونس؟ شنو رايك كنت تعمل في تونس؟ زعما الفلوس وين تمشي؟ تمشي تصحى. زعما ايفيكتيفمون يعني لي كوبل يعرسوا. اي اي متصور اي متصور اي نتصور ما فما تولي ما عادش صعوبه في مع الصعوبة، خاطر برشا توا شباب يحبوا مثلا يعارسوا ولما الدنيا صعبة توا. شو الحل حسب رايك انت باش الشباب يقبل على الزواج؟ الحل اللي قال عليه صندوق تبرعات. اي هذاك هو متصور. زدي نقصوا شوية في الأسعار. طالعة طالعة وين طالعة وين؟ انت في الكواليس قبيلة قلت لي متزوجة. اي متزوجة. قداش عندك متزوجة؟ عندي بريسك 7 سنين. 7 سنين تبارك الله ما شاء الله. قديش عمرك؟ توا باش نعمل 28. 28 سنة باش نعمل 28 يعني عرست 21 سنة. اي نقولوا نحن عرست في عمر مبكر هكا ولا شو رايك في العرس المبكر؟ انت والراجل كي يبدا راجلك محليه وجونتي ويحبك ما تحسش بالعرس. وكي يبدا راجلك مريش وقتها تحس بالعرس. وانت انا وفيهم؟ راجلي محليه والله يهبل. كيف تعرفت على المسيو؟ فيسبوك؟ لا لا تقليديه. تقليديه تقليديه. أيه. يعني من جهه عائلتك؟ اي يقرب لي. اي ولد خالتي. اي زواج اقارب. اي اي زواج اقارب. شو رايك في زواج الاقارب حاجه باهيه ولا باهي؟ قول لك هاني قلت لك يبداو الزوز متفاهمين يبدا محليه. هو ايجا نحكي لك حكايه، هو جينيرالمون شباب توا يبعد على زواج الاقارب للبرشا اسباب. السبب الاول يقول لك انا اقاربي متربي معاهم كل اخوات. السبب الثاني يقول لك ما نحبش انا مع اقاربي تصير لي مشاكل، هاكا حتى كي تصير لي مشاكل مع حميتي هاكا من بعيد لبعيد ما تقربليش مالها الا بعيده هكا ولا اي هكا. والله بالرغم يعني انا عرست صغيره اما الحقيقه ممكن انا نعرف نتصرف، زيد حميتي محليها معايا. اي والله كيفاش حافظت على علاقتك بحميتك؟ خاطر خاطر خالتك؟ لا لا والله لا والله لا، خاطر هي باهية مع الكل يعني. مش كان معي انا باهية مع الكل هي. اما كل واحد خاطر هي تسكن بعيد وانا بعيدة، نمشيو لها كان في المناسبات. هيك علاقتنا محلاها. لو قال لك زوجك مثلا كونه انا باش نسكن فوق دارنا، نحب نسكن فوق دارنا، تقبل ولا؟ والله عادي والله نقبل، خاطر نعرف عائلته محلاهم وراجلي محلاهم ما يخلينيش، حتى لو كان يكونوا عائلته خايبين راجلي يكون محلاهم عادي. اي بين العرس قبل وتوا، اسكو ترى فما نفس القدرة والا لا؟ يعني نحكيو ماليا ماديا. ماديا صعبت صعبت كل شيء، راهو اخزر نحكي لك حاجة، كي يبداو الزوز يحبوا بعضهم باش يتسهلوا معناها يسهل عندهم العرس، أما المرأة باش تصعب على الراجل ولا الراجل باش يصعب على المرأة وقتها لكن هم برشا يقول لك كونه المهم الحب، المهم الثقة، المهم الاحترام، ولكن في الواقع تصير مشكلة حتى على صياغة ما عجبتهاش أو ما عجبتوش أو تشرطت عليه في حاجة صغيرة. يبداو العائلات متفاهمين وتبدا هي متفاهمة مع الشخص اللي باش تربط معاه وقتها. أي معناها أنت بيناتنا تشرطت ولا؟ والله لا قبل العرس. لا والله لا. وبعد العرس؟ شوي شوي. كيفاش تشرطت؟ لا والله لا شو عادي معناها عادي ما مش تشرطت تشرطت لي ولا عادي. راجلي محلي ما يوفر لي يوفر لي قبل ما أنا نتكلم. شو أغلى كادو خذيته؟ أغلى كادو؟ شركة. شركة ذهب؟ لاكيور؟ ذهب بتبيع بلاكيور. ذهب بتبيع. وانت قلت له اشريها لي ولا اشريها واحد؟ واحد واحد، راجلي يشري واحد. بمناسبة عيد ميلادي يشري واحد. شكون ينسى أكثر؟ والله الزوز نتفكروا، عيد ميلادات بعضنا الزوز نتفكروا، وعيد ميلاد زواجنا زاد كيف كيف الزوز نتفكر. وقتاش عيد ميلاد زواجك؟ 13 أكتوبر.
خساره مش معايا الميسيو هكا مش نقولوا صح ولا 13 اكتوبر والله ايه عرس في الشتاء شتاء ايه اسكو مصاريف العرس في الشتاء هي بدا مصاريف العرس في الصيف هي هي ما علي شو الفرق يعني خاطر في الصيف هكا اكزاكتوم اكثر جوج ما اكثر عباد في الشتاء مش الناس الكل تجي انا واحده من الناس اللي كيف 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 عندكم صغيرات ولا زي شربينو ماهيش مشكله اي والله مش مشكله مش مشكله مشكله يعني في لا 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 في عادي شو تحب تقول تصغرون هو مازال صغرون مازال ربي اكزاكتوم مازال عمر قدامكم شو تحب تقول له زوجك كان يسمع فيك قل نحبك برشا ربي يفضلك ليا والله لا يحرمني منك وعوضت لي برشا حاجات عوضت لي برشا حاجات وان شاء الله ربي يفضل لي بابا ويفضل لي خويا ويفضل لي امي يفضل لي عائلتي كلك يا ربي والله لا يحرمني منهم وداخلين في عام جديد ان شاء الله الله لا يحرمني منهم ان شاء الله ان شاء الله نعوض لهم حتى القليل يا رب دمعتك في عيني شنو يبكي فيك والله برشا حاجات ساعات تفكر برشا حاجات فكرني معك ترى قولي فما برشا حاجات جيست هكا جيست حنت لقلبك وقت اللي تفكرت بس ساعات كي نتفرج في حاجات مثلا في عندي ما نقول لك ولا حاجات سبب معناها في العائلات قل الحمد لله يا ربي عندي عائله كيما عائلتي وكيما عائله راجلي وراجلي محليه معايا وان شاء الله ربي يفضله لي وان شاء الله ربي يفضل لي عائلتي الكل يا رب فضل لي اختي الصغرونه اسكو خلينا نقولوا السر في العلاقه الناجحه كونه انك لازم تختار تعرف تختار شريك حياتك او معاملات لازمك تعرف تعامل باش هو يعاملك بالمثل نحكي لك حاجه انا راجلي جاي زواج تقليدي اما والله العظيم راجلي كان معناه راجل احسن راجل ماهوش اختياري اما كان احسن راجل وتوا يقول لك عين من عيني راجلي هو عين من عيني راجلي والله خاطر عوض لي برشا حاجات برشا حاجات انا تحرمت برشا وعوض لي برشا حاجات محري كلك في مقام البو اي هو البو راهو اسمع البو عمره لا يعوض حتى حد اما كان لي بالنسبه لي انا راجلي هو بابا هو اخويا هو امي هو كل شيء في حياتي هو الصغار اللي انا ما جبتهمش عوض لي كل شيء واكيد راك تتصرف معاك الصغيره في الدار اي اي خاصه فما فرق بين عمرنا ما بيناتنا قاش بيناتنا بيناتنا 10 سنين 10 سنين كاملين 10 سنين كاملين معناتها ترى سافا كونه هو اكبر منك هكا دونك اوعى منك وارزن منك وكل شيء وتلقاه هو جونغ اللي ينصح اي ليه انا مخرزين حتى انا محليني راني جونتي معاه ومحليني الله والله ما عليك بالحق والله محليني معاه معناه لا نتشرط لا حاجه معناه حاجه ان شاء الله ربي يخليكم لبعضكم وما صاب الكوبلوات الكل كيما هكا وانت دليل كون الماديات والا صغار هو يقول لك المال والبنون زينات الحياه الدنيا ولكن تنجم تكون الدنيا مزيانه حتى انت وراجلك انت وزوجك انت متهنيه انت وراجلك ما بقدره ربي حتى شيء يزلزل العلاقه اللي ما بيناتنا لا صغار ولا لا فما حاجه ما بيني فما حاجه انا وراجلي شخصيتنا كيف كيف اللي ما نخلطوش برشا عباد ودوبنا دوب رواحنا وكهو معناها اكثر من اني جيراننا سلام اكثر من كانوا سلام ما السر في العلاقه كونه ما تعطيش وذنيك للي يجي وصحبتك راجلي ماهوش ما كان نوعه ثاني يسمع الكلام يجي يعاود لي يقولش بيهم هكا لا عادي بيسمع يعرف مرته شنيا وانا نعرف راجلي هو شنوا دوك ما يزلزلنا حتى شيء حتى شيء يعطيك الصحه يا ليلى ونورتنا عايشك ميرسي عايشك